في حال التوصل لحلول بين بغداد وأربيل، لما بتقديرك يعني استغرقت هذه الخلافات كل هذه السنين؟ هل بسبب كما يرى البعض يعني المطالب المبالغ بها من قبل الإقليم، أم حسابات المركز وتدخلات دول الإقليم؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم لضيفكم الكريم ولمشاهدي قناة التغيير الأكاديمي. لا شك أن زيارة السيد مسرور بارزاني اليوم وزيارة الوفود الكردية إلى بغداد تمثل يعني إضافة مهمة جدا لحكومة السيد السوداني عن طريق حل المسائل الخلافية بين الحكومة الاتحادية والإقليم. فيما يخص الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني، هم جزء من حكومة إقليم كردستان ولهم وزراء ومناصب قيادية، وبالتالي هم مشاركين في هذه الحكومة. نعم، هناك بعض الخلافات بيننا وبين الأخوة في الاتحاد الوطني، وهذا أمر طبيعي، يعني مررنا بمراحل عديدة وبخلافات أكبر. الاتحاد الديمقراطي الكردستاني اليوم أيضا هو سيرسل وفد إلى سليمانية وسيتم حل هذه الخلافات، لكن ما يقوم به حكومة إقليم كردستان في بغداد هو يمثل شعب إقليم كردستان بكل أحزابه بكل شعبه، وبالتالي الحكومة الاتحادية تتعامل رسميا مع حكومة إقليم كردستان. اليوم قطعنا شوط مهم، بالتأكيد الحكومات السابقة لم تكن بالجدية المطلوبة، وأيضا بالتأكيد هناك كانت ربما ضغوطات وربما لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية لخلافات. اليوم بعد تشكيل الحكومة طبعا كان للرئيس مسعود بارزاني وللديمقراطي الكردستاني دور بارز ودور حيوي ومهم في تشكيل الحكومة، وبالتالي كان هناك ائتلاف إدارة الدولة والذي على أثره تم تشكيل حكومة السيد السوداني. يتم مناقشة كل المسائل الخلافية، بالتأكيد نحن اليوم على بصدد موضوع ميزانية، وبالتالي الأمور تسير وفق حل جميع المسائل الخلافية بغض النظر عن المواقف الضيقة أو الشخصية أو ما يخص الأحزاب. داخل الإقليم بالتأكيد نحن مشتركين مع الاتحاد في المسائل الأساسية مع بعض.